صباح الخير. النهارده 15 اكتوبر 2021 في مزرعه 4 فدان في فايد الاسماعيليه. المزرعه موقعها ممتاز جدا على الاسفلت قريب حاري، وممكن يعني القناه على بعد خطوات او الشط على بعد خطوات. دي مزرعة 4 فدان، دي عنابر، دي كانت بتاعت خيل، هي المزرعة البنية الأساسية بتاعتها موجودة كلها، بس عايزة شوية ترميمات خفيفة. دي كانت خيل طبعا تنفع مواشي، النخل اللي فيها ما شاء الله ده نخل زغلول. هي مزرعة انتاج حيواني محترمة. دي استراحة خشب معمولة على النظام الانجليزي، بيوت الريف الانجليزي، وده ملعب. ده ملعب ووراه عنبر مفتوح، ودي دواجن، قصدي دوت طوالات، وفوق دواجن. الدور التاني كله دواجن. هي عايزه شويه ترميمات وتبقى زي الفل. المباني هنا على مساحه فدان، المباني على مساحه فدان. ده النخل الزغلول اللي فيها 150 نخله. دول 3 فدادين بقية الأرض. مزرعة ري بحاري، كهرباء 3 فاز، ريفي، حاجة محترمة جدا. وده السور بتاعها يمين وشمال. دول 3 فدان زراعة، وفدان اللي احنا عدينا عليه مباني. مطلوب في الأرض 4 مليون، 4 مليون للأرض كلها في فايد في الإسماعيلية. السلام عليكم.